السلام عليكم. اليوم نعود الى ملعب دويره، ولاحظ انه اولا العمليه تاع وضع الكراسي قد انتهت بالكامل. ثانيا نشوف انه وضع السياج كذلك تم، كعمليه تاع وضع السياج حول الملعب. وثالثا نشوف انه العمليه تاع وضع التربه الخصبه المخلطه، هي تربه مخلطه بمواد سينتيتيك، اذا خليط. هذا هو. نخليكم تابعوا هذا الفيديو الرائع، والسلام عليكم.